بنستغل يوم الوقفة ده في الكنيس والمسيح والتنفيض والحاجات بقى اللي هو تقفيل البيت. لا، يوم الوقفة مش لكده خالص. وقفة العيد للعبادة، انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة يوم عرفة، يعني مفروض نستغل كل دقيقة وكل ثانية في التعبد والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. قراءة القرآن، الدعاء، الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نخرج صدقات، نعمل كل أعمال الخير. يوم عرفة للعبادة مش التنظيف والمسيح والغسيل والكنيس. وبس كده، كل عام وأنتم بخير. في رعاية الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.